مساء الخير عليك يا يوسف، ومساء الخير على كل متابعينك، وتحياتي لكل أهل المغرب، وتحياتي لجمهور نادي الوداد. يعني رأيي في موضوع منع الجماهير، أنا طبعا متفهم جدا إن دولة المغرب مقبلة على استضافة كأس الأمم الأفريقية لتاني مرة في تاريخ المغرب بعد الاستضافة الأولى سنة 1988، والكل بيسعى لإنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكمان المنتخب المغربي بيسعى جاهدا إن هو يتوج بتاني ألقابه بعد ما توج بأول لقب مع فريق المردريسكو في عام 1976 على حساب المنتخب الغيني في إثيوبيا. ولكن مسألة منع الجماهير بسبب غلق الملاعب الكبيرة، أنا متفهم فيها إن في جزء منه يخص التنظيم لكأس الأمم الأفريقية، لأن الدولة زي ما قلت إنها بتسعى جاهدة إنها تعمل تنظيم محترم يليق باسم دولة المغرب. ولكن أنا شايف إن المنع ده مقلل جدا السنة دي من الإثارة والتشويق اللي احنا متعودين عليها في الدوري المغربي. الدوري المغربي انا بالنسبه لي، بعيدا عن كوني محلل في قنوات اون تايم سبورت او راديو اون سبورت اف ام، دايما بكون من محبين متابعه الدوري المغربي كمشجع عادي او متابع عادي، لان انا دايما باسعد بالحضور الجماهيري اللي بيكون في المدرجات. حتى ده شفناه في السنوات الاخيره مع كل الانديه الكبيره، من المزايا اللي احنا شايفينها في الدوري المغربي ان الدوري المغربي كل الانديه اللي موجوده انديه تمتلك شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، يمكن باستثناء شويه اتحاد التوارجه، باستثناء شويه نادي الفتح الرباطي، كل الانديه الاخرى عندها جماهير وجماهير كبيره جدا. فمساله المنع مقلله شويه من حته ان الدوري المغربي يكون فيه اثاره ومتعه زي ما احنا متعودين عليها في السنوات الاخيره. صحيح في جزء السنه دي شايف فيه اثاره وتشويق شويه في الدوري المغربي، ان الفرق كلها مش قادره انها تمشي على نسق ثابت، في خطوط بيانيه متصاعده وفيها صعود وفيها هبوط، يعني ما فيش حد دلوقتي قادر ان هو يكتسح البطوله، ان هو يفوز في كل المباريات، لا، الفرق الكبيره كلها تعثرت، الجيش الملكي تعثر، الرجاء تعثر، الوداد تعثر، فكل ديت مخليه البطوله هيكون فيها اثاره ومتعه، ولكن تزداد الاثاره والمتعه اكتر بالحضور الجماهيري اللي نتمنى ان يكون في حلول في الفتره القادمه من اجل ان المتعه والاثاره تكون حاضره مع الدوري المغربي. الاخطاء التحكيميه من وجهه نظري هي موجوده في كل الدوريات، حتى عندنا هنا في الدوري المصري، يمكن حتى لو شاهدنا مباراه اهلي جده اللي كانت على ملعب الجوهره مع الهلال السعودي في الدوري السعودي، كان فيها اخطاء تحكيميه كبيره جدا، ولكن انا بكون متفاهم ان الاخطاء التحكيميه تكون حاضره في البطولات حتى في الدوريات الكبرى في اوروبا، ولكن ان الاخطاء تكون متكرره هو ده الامر الغريب جدا منذ بدايه الدوري المغربي الموسم ده. يمكن احنا عارفين ان دوله المغرب مشهوره بحكامها الكبار، يمكن على راسهم الراحل سعيد بالقوله، اول حكم عربي يحكم نهائي كاس العالم، ولكن نوعا ما في تراجع شويه في المستوى بالنسبه للتحكيم المغربي في الاونه الاخيره، وخاصه مع بدايه الموسم ده. يعني انا بتفرج مثلا على مباريات الوداد، انا مش عنديش مشكله ان كل الاهداف اللي سكنت شباك الوداد، بدايه من الهدف بتاع المغرب الفاسي، والهدف اللي سجل في من اتحاد التوارجه، وكمان الهدف اللي سجل من الدفاع الحسن الجديدي، ومباراه كمان حسنيه الجدير، كلها اهداف سجلت عن طريق ركلات ترجيح، ما عنديش مشكله لان اغلبها كانت فيها ركلات ترجيح واضحه جدا، منهم يمكن ركله الترجيح اللي احتسبت امس في مباراة حسنية أجدير اللي تسبب فيها نبيل مرموق. ولكن الشيء بقى الآخر اللي فيه جانب سلبي من التحكيم، إن في أخطاء فجة بتكون واضحة في المباريات الحكام بتتغاضى عنها، وده أمر مخلي في مشكلة كبيرة عند كل الفرق، والاعتراضات على التحكيم كتيرة جدا من بداية المسابقة. فأتمنى في الفترة القادمة إن يكون في اجتماعات من لجنة الحكام في المغرب عشان الأخطاء دي تقل شوية، علشان لما تحضر العدالة التحكيمية في المباريات كمان البطولة هتزداد رونقا وهتزداد إثارة أكتر وأكتر، ومع عودة الجماهير الدوري المغربي اللي عودنا دايما إن بيكون فيه إثارة ومتعة وندية وقوة هيعود كما كان بإذن الله تعالى. تحياتي ليكم جميعا، وإن شاء الله كده نكون متواصلين في الخير، وبعتذر للزميل العزيز يوسف، كنت أتمنى أن أنا أكون متواجد معاه في لايف، ولكن في ظروف منعتني. إن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله تعالى أسعد بالتواجد مع الأحبة، وإن شاء الله كده ربنا يديم المحبة والمعروف بينا دايما. سلام عليكم.